بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ندعو الله عز وجل أن يجعلنا منهم من أحد هذه البيوت إخوة الإيمان التي أذن الله أن ترفع ولقد رفع بفضل الله عز وجل وها هو يتجلى لأهل السماء كما تتجلى النجوم لأهل الأرض فإذا رآه كل واحد منا لا يستطيع إلا أن يقول نور على نور. نعم إخوة الإيمان هو نور على نور لأنه بيت من بيوت الله هو نور على نور لأنه بني ابتغاء وجه الله هو نور على نور لأنه بني بمال أهل القرآن وسوف يفيض عليه نور القرآن. في هذا اليوم إخوة الإيمان جاء المحبون من كل مكان جاء الأصدقاء والإخوة والأحبة من جميع محافظات مصر كما ترى عيني الآن جاءوا كي يفتتحوا هذا البيت العامر الذي أسس على التقوى من أول يوم الذي حمل همه شيخنا وقارئنا وتمنى هذا اليوم وقد تحقق بفضل الله عز وجل هذا اليوم العظيم الذي نفتتح فيه هذا المسجد المبارك ألا وهو مسجد الفتح الذي سيكون فتحا على المسلمين في كل مكان وسيكون فتحا على كل المؤمنين في كل مكان وسيكون فتحا على أبناء هذه البلدة المبارك أهلها. أيها الإخوة الكرام جاءت إذاعة القرآن الكريم بقضها وقضيضها كي نقول لأخينا وشيخنا الذي تعلمنا منه الأدب والاحترام ندعو الله أن يجزيك خير الجزاء وأن يجعله في صحائف حسناته وقد بلغ من إخلاصه أنه طلب منا ألا نذكر اسمه في هذا اليوم وندعو الله أن يوفقنا لتحقيق ذلك. إخوتنا في رحاب الإيمان في حضرتنا من مذيع إذاعة القرآن الكريم الأستاذ الإذاعي الكبير عبد الناصر أبو زيد والأستاذ الإذاعي الكبير إبراهيم خلف والأستاذ الإذاعي الكبير السيد صالح والأستاذ الإذاعي الكبير ثابت نور الدين والأستاذ الإذاعي الكبير شحات العرابي وعدد
من كبار المحررين بإذاعة القرآن الكريم في مقدمتهم الأستاذ خليل عبد الفتاح. جئنا نيابة عن زملائنا في إذاعة القرآن الكريم كي نقول لقارئنا بارك الله فيكم وجعله الله في صحائف حسناتكم، وأهل القرآن هم أهل الله في الأرض، يحب بعضهم بعضا ويجامل بعضهم بعضا، وقد أتوا من كل مكان كي يقولوا لأخيهم وقارئهم جزاك الله خيرا وجعله الله في صحائف حسناته. في مقدمتهم شيخ القراء وزعيمهم فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي يدل مجيئه إلى هنا على أنه محب ومخلص لأهل القرآن، وكيف لا وهو من سبقهم ودلهم على هذا الطريق. كذلك إخوة الإيمان معنا من مبتهلي الإذاعة فضيلة الشيخ عبد التواب البساتيني كما علم، وفضيلة الشيخ جمال السيد حسين، وفضيلة الشيخ محمد أبو سريع. ويا ليتني أحفظ أسماءكم جميعا كي أقولها، فإن وجوهكم يعلوها النور، وستكون بفضل الله عز وجل إلى ربها ناظرة. لماذا؟ لأنها وجوه ناظرة. أيها الإخوة الكرام، ليلة طيبة مباركة، ويوم طيب مبارك، ونهار سعيد بإذن الله عز وجل، وجمعة مباركة نفتتح بها هذا المسجد الكبير. فحق لأهل هذه البلدة أن يفرحوا فرحتين: الأولى بيوم الجمعة الذي جعله الله عيدا للمسلمين، والثانية بافتتاح هذا المسجد الكبير الذي نبدأ فيه بآيات الذكر الحكيم التي يتلوها علينا شيخ القراء وكبيرهم فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجيم. يا عبادي لا خوف الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يطاف عليهم بصحاف
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يا عبادينا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لهم فيها فاكهة كثيرة إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمنا وما ظلمنا ولكن كانوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئنا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أما أمرا فإن
بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن La ilaha illallah.
والله أكبر ولله الحمد بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم إخوة الإيمان، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، نعم البدء لنعم الافتتاح. نعم إخوة الإيمان هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم بنوا بيوت الله. هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم بذلوا ما لهم في سبيل الله. نعم هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم لبوا دعوة رسول الله فأتوا إلى هنا كي يشهدوا هذا الافتتاح العظيم، عملا بقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجب. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه التلاوة المباركة التي سعدنا بها وغذت أرواحنا وقلوبنا وملأت الدنيا نورا بنور القرآن، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. خطيبنا اليوم خطيب مفوه، خطيب يلبي الدعوة، خطيب أستاذ كبير في جامعة عين شمس، أستاذ يحفظ للسنة هيبتها ويحفظ للسنة أسانيدها. فإذا قال رسول الله سبق هذا القول بمن روى هذا الحديث وبالكتاب
الذي ذكر فيه هذا الحديث. ندعو الله أن يحفظه بحفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله، إنه أستاذنا الذي علمنا الأدب والإنسانية والكرم، الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. إخوة الإيمان، الإعلاميون تسابقوا للتهنئة، الإعلاميون تسابقوا للفرحة بهذا الافتتاح. فقط الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أكبر، الله أكبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Oh,